سمعتوا بالمثل اللي يقول الدنيا دوارة؟ اليوم قصتنا من العيار الثقيل عن كيف ان الدنيا تلف وتدور. قد يصبح الغني فقير والفقير غني، قد يضعف القوي ويقوى الضعيف، حتى ان المتنبي يقول قل للشامتين بنا افيقوا فان نوائب الدنيا تدور. في يوم من الايام كان المصطفى عليه الصلاة والسلام جالس مع اصحابه وقال لهم يأتيكم بقية أبناء الملوك، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فدخل عليهم واحد من أقيال اليمن، قال له وائل بن حجر أحد أبناء ملوك حضرموت، ترك الملك وهاجر للمدينة يريد الإسلام، بالفعل أسلم. فأقطع المصطفى عليه الصلاة والسلام أرض في شمال المدينة، من أرسل معاه يسلم الأرض أرسل معاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية في ذاك الوقت أيضا تو داخل الإسلام. فركب وائل بن حجر على ناقته، أما معاوية بن أبي سفيان فذهب معه راجلا ما عنده شيء يركب عليه، على رجليه، بل حافيا أيضا ما عنده نعال حتى. وكانت المدينة في ذاك الوقت حار صيف، وأرض المدينة عبارة عن حرة سوداء، على ما قيل تزل بها الناقة. وهم ماشي اشتكى معاوية لوائل بن حجر حر الرمضاء، فقال له انتعل ظل الناقة. قال وما يغني ذلك، هلا أردفتني معك؟ فقال له اسكت، لست من أرداف الملوك. معاوية حليم، وهذا ضيف المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأكلها وسكت. فقال له أقلها أعطني نعليك، الرجال راكب ظل الناقة. فقبل أكلها على مضض ومشى في ظل الناقة حتى وصلوا سلموا الأرض وافترقوا. وتدور الأيام والسنين وتدور الدنيا، ويصير معاوية ملك في الشام، خليفة للمسلمين، وعمر هذا وائل بن حجر. وفي يوم من الأيام احتاج أنه يدخل على الخليفة، هو ناسي ولا يدري أنه اللي كان معاه معاوية. فدخل على معاوية بن أبي سفيان في الشام. معاوية أول ما شافه، معاوية من دواهي العرب، عرفه فقربه منه وأدناه، نزلوا منزلة أبناء الملوك، أعطاه وضعه يعني. بعد ما تقهوى وعين خير التفت عليه معاوية وقال له يا وائل أتذكر يوم كذا وكذا؟ قال نعم. قال أتذكر الغلام اللي صار معك وانتعل ظل بعيرك؟ قال نعم. قال أنا ذاك الغلام. وائل بن حجر تمنى إنه الأرض لو انشقت وبلعته ولا وقف هذا الموقف، وقال والله يا أمير المؤمنين لو أن الدنيا تعود لحملتك بين كفي. فشوف كيف الدنيا لفت ودارت، والغلام اللي كان يمشي في ظل ناقة وائل بن حجر أصبح ملك من أكبر ملوك الأرض في وقتها وخليفة المسلمين، واحتاجوا هذا اللي يقال له من أبناء الملوك ودخل عليه. لكن معاوية بن أبي سفيان معروف بالحلم، ويضرب فيه المثل بالحلم، ف يعني استقبلوا وأعطاه مكانته وذكروا بما حدث بينهم.